فرنسا انت عارف ان مصر ليبيا بالنسبه لها يعني امن قومي، وفرنسا تدرك هذا جيدا، واعتقد ان كان هناك تنسيق مع الجانب الفرنسي بعدم التدخل مباشره في الجانب في الملف الليبي الليبي حتى لا يفسده احد. واعتقد ان ايضا كان فيها تنسيق مع تونس والجزائر، لان تونس والجزائر ايضا عندهم امن قومي مع ليبيا. واعتقد ان الثلاث دول دول بصراحه يعني الحقيقه كل الدلائل بتؤكد ان الجزائر ليها موقف محترم جدا وتنسيق مع الجانب المصري وايضا الجانب التونسي، فبنحييهم على فكره. فالرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الدبلوماسيه المصريه ومن خلال وزير الخارجيه ومن خلال السفير ايهاب بدوي استطاعوا يظهروا الجانب الفرنسي الذي قام باستضافه الفرقاء الليبيين في فرنسا في الصيف الماضي، وكان يرغب في ايجاد حل وعمل انتخابات والوقوف على مسافه واحده من كل الفرقاء الليبيين من اجل انقاذ ليبيا. الحقيقه يعني تدخلت بعض من الدول وهي معروفه، يعني دوله ايطاليا وبرضو الجانب القطري والجانب التركي بيحاولوا عرقله بعض من الامور. واعتقد ان الهجوم الاخير من الجانب الايطالي على فرنسا في هذا الملف يظهر ان هناك معضله وهناك مشكله، وياتي الملف الليبي. انا بشكرك على انك فتحته على اهم القضايا المطروحه على الساحه، وذلك لانقاذ ليبيا من الانقسام ومن الارهاب ومن الهجره غير الشرعيه ومن معسكر الشر. واعتقد ان الزياره تاتي في توقيت هام جدا جدا، واعتقد ان ماكرون جاء ليستمع الى نصيحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته بالنسبه للمستقبل في ليبيا. الملف السوري كما اشرت ليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي من البدايه كان له موقف هام جدا، وظهر هذا جليا لما ارجع معاك لست سبع شهور لورا في تصريح للرئيس ماكرون. معروف ان اولاند كان بيقول بدون بشار الاسد لازم الاسد يمشي. مصر الحقيقه ما عندهاش مشكله خالص، لا هي معه ولا هي ضد، لكن هي مع وحده الدوله السوريه والجيش السوري. وهنا يعني تحدث بقلب مفتوح، واعتقد هذا ظهر جليا في النتائج الحاليه في سوريا، انه لا يصح الا الصحيح. حاليا المتواجده على الارض هي الدوله السوريه والجيش السوري. في هناك محاولات يعني من تركيا ومن بعض من ايران وبعض الدول لافساد هذا الملف، وحاولوا اقصاء فرنسا عن المشهد. ماكرون ظهر بمشهد رائع بانه مع مصلحه السوريين ولم يطالب برحيل الاسد، واعتقد انه اقرب الى الجانب المصري في هذا